يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم والله في سلسله اخبار هوليوود، السلسله اللي نناقش فيها اخر اخبار المسلسلات والافلام والانمي واي شيء له علاقه في صناعه الصور والرسوم المتحركه، وكمان نشارك فيها بعض توصيات الافلام والمسلسلات والانميات بين فتره والثانيه. وقبل ما نبدا في الفيديو يا جماعه، وقبل ما اذكركم ايش تسووا قبل ما نبدا الفيديو، احب اشكركم جدا على تفاعلكم الرهيب في اول بودكاست لي سويته في القناه، اللي كان ما بيني وما بين الاستاذ او احمر الشعر على قولته. ما يحب احد يقول له استاذ، لا احد يقول له استاذ، احمر الشعر ماجد العامر. الفيديو للامانه جاء عليه تفاعل جدا رهيب، اشكركم عليه، وفي فتره جدا قياسيه. وفي حال انك ما شفت البودكاست ومهتم جدا في صناعه المانجا والانمي، لا يفوتك الفيديو، لانه مره في سواليف كثيره وامور مره ممكن تشد انتباهك. عموما يا جماعه، قبل ما نبدا في اخبارنا لهذا الاسبوع او للفتره الماضيه، احب اذكركم بالضغط على زر اللايك لو عجبكم الفيديو، لانه اكثر شيء ممكن تدعموا فيها القناه. واشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي اول باول. وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناه الالعاب وكل شيء له علاقه بالامور الترفيهيه. كل الاشياء هذه اللي قلتها يا جماعه موجوده في صندوق الوصف. غير كذا اربط لي حزامك عزيزي الوجيه، ويلا بينا نشوف شخبار هوليوود لهذا الأسبوع. نبدأ أولى أخبارنا لهذا اليوم يا جماعة مع الجزء الجديد من سلسلة السرعة والغضب أو Fast and Furious، واللي صار له تقريبا أسبوعين في صالات السينما. وأحب أذكركم يا جماعة أن الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast and Furious أو السرعة والغضب ميزانيته تعتبر الأعلى بين جميع أجزاء السلسلة. يعني تخيلوا أنهم دفعوا على إنتاج الجزء العاشر من هذه السلسلة حوالي 350 مليون دولار. ياب، 350 مليون دولار وربي ما امزح. ومثل ما توقعت ومثل ما قلت لكم في فيديوهات سابقه، الفيلم راح يعوض خسائره ويجيب ارباح كثيره ما فيها كلام، لانه سلسله السرعه والغضب لها جمهور كبير جدا حول العالم. وبالفعل الفيلم في اول اسبوعين من عرضه فقط قدر انه يجيب اكثر من 500 مليون دولار، يعني ميزانيته قفلها، ارباحه جابها. ما شاء الله تبارك الله، ايش حنقول؟ احنا حنقضيها كل شويه احا. عموما عزيزي الوجيه، اذا تابعت الفيلم قول لنا رايك في التعليقات. قبل صدور الجزء الثاني من فيلم اكستراكشن على منصه نتفليكس، نتفليكس مباشره قالت يلا بسم الله خلونا نبدا نكتب قصه الجزء الثالث. طب يا وجيه، الجزء الثاني ما نزل، هم بداوا يكتبوا قصه الجزء الثالث؟ اي نو رايت. وكان البقره التي يحلبونها سوف تطير. على مهلكم يا نتفليكس، ما حد طاير يعني. حتى لو البقره اللي تحلبوها ماتت بتجيبوا بقره ثانيه، اتس فاين. ومارتن سكورسيزي يا جماعه اجتمع مع البابا شخصيا. مارتن سكورسيزي والبابا، وش السالفه يا وجيه؟ لا يكون مارتن سكورسيزي عنده أسئلة وجودية؟ تعرف الراجل عمره فوق 80 سنة، ممكن يكون عنده تخوف من مرحلة ما بعد الموت. أقول لك بلاش يهبد. سكورسيزي يا جماعة اجتمع مع البابا علشان يسوون فيلم خاص بالمسيح أو جيزس. وصرح مارتن سكورسيزي وقال إنه راح يكتب سيناريو الفيلم بطريقته الخاصة، سيناريو الفيلم مش القصة. وصرح كيفن فايجي أو المدير الكبير لشركة مارفل، وقال إن روبرت داوني جونيور قبل ما ياخذ دور آيرون مان بثلاث سنوات تقريبا، كان عنده الفرصة إنه يقدم دور شخصية دكتور دوم في سلسلة أفلام فانتاستيك فور، ولكن بقدرة قادر ولله الحمد القرار هذا ما تم. لأنه لو كان تم ممكن ما شفنا آيرون مان روبرت داوني جونيور أبدا. هذه القرارات اللي تقول الحمد لله إنها ما تمت فعلا. طيب يا جماعة، الخبر القادم فيه حرق لحدث معين في مسلسل جيم اوف ثرونز. وفي حال انك من الناس التعساء اللي للحين ما تابعوا مسلسل جيم اوف ثرونز، فسوي سكيب للخبر هذا وروح للخبر اللي بعده. حلو حلو. 1 2 3 اكشن، حرق، سبويلر الارت، انت باقي هنا، يلا افقع. يقول بيدرو باسكال يا جماعة انه بعد المشهد الشهير له في مسلسل جيم اوف ثرونز ضد ذا ماونتن، واللي تفقعت فيه عيونه الثنتين وبعدها انتهى دوره تماما في المسلسل، لما صار يتمشى في الشوارع بعد هذاك المشهد بالتحديد، الناس صارت تطلب صور سيلفي معه. اوف كورس الولد صار مشهور بعد ذاك الحدث اكثر، ولكن المشكلة مش في طلب السيلفي، عادي انه الناس توقفوا في الشارع وتطلب منه صورة. بعض الناس وكثير من الناس والفانز اللي كانوا يطلبون منه صورة كانوا يقولون له اسمع بنتصور معاك وبنحط اصبعنا في عينك، يعني حركات عينك انفقعت، يلا نسوي زي الحركات هذيك، فهمت؟ ولانه طيب وحبيب ومتعاون كان يقول لهم يلا ها حطوا اصبعكم في عيني. وبعد العديد من صور السيلفي واصابع البشر وسط عينه، الولد المسكين جاته بكتيريا وجراثيم في عينه والتهبت عينه وحاله امه حاله. وهنا نتعلم درس مهم جدا اعزائي الوجهاء، تعلم كيف تقول لا في بعض المواقف الغبيه، ولا تخلي الناس تحط اصابعها في عينك. احا اصبع ليه؟ ليش تخلي الناس تحط اصابعها في عينك؟ وصرح المخرج العبقري
والكبير والقدير والفنان وبتاع كله، المخرج اللي أفلامه تشهد له كريستوفر نولان، وقال إنه الممثل كيليان مورفي من الممثلين القلة اللي صعب جدا تلقى مثلهم، أو بالنص قال ممثل لا يمكن أن يرتقي إليه سوى عدد قليل جدا من الممثلين. الكلام هذا قاله بعد ما شارك كيليان مورفي في فيلم أوبنهايمر القادم اللي بنشوفه بعد شهرين إن شاء الله. شهادة كبيرة من مخرج كبير وفي حق ممثل جدا كبير، ويستاهل كيليان مورفي يا جماعة. وبعدين كريستوفر نولان يشهد لكيليان مورفي، ما يحتاج بعد كذا نشهد له أبدا إحنا. وانتهى رسميا مسلسل باري بعد 5 سنوات منذ إصداره، وحصلت الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل على التقييم 9.2 من 10 على موقع IMDb. وللأمانة يا جماعة مسلسل باري بالرغم من إني ما تابعت منه إلا 3 مواسم، لأن وقتها ما كان متوفر منه إلا 3 مواسم، إلا إنه مسلسل جدا رائع وقدم جريمة وكوميديا سوداء بطريقة مرة مبتكرة. أنا ما كملته للحين بس ناوي أكمله ما فيها كلام، لأني مرة أحب مسلسل باري. وفي حال إنك ما تابعته، مسلسل باري حطه عندك في الليستة، المسلسل كامل مكتمل، ما عليك إلا تشغل الحلقة الأولى وتنطلق باتجاه الحلقة الأخيرة. وبالحديث عن المسلسلات المنتهية، كمان مسلسل سكسيشن أو الخلافة انتهى قبل كم يوم، وحصلت الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع على تقييم 9.7 من 10 على موقع IMDb. وصراحة يا جماعة أنا ما ودي أكثر عليكم كلام، ولكن مسلسل سكسيشن من أروع مسلسلات الدراما اللي شفتها في حياتي كلها. جسد عالم المال والأعمال والميديا بطريقة جدا 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 واقعية. ولاحظوا أني قلت كلمة جدا أكثر من 3 مرات ولا 3 مرات، المهم أني قلتها مرة كثير. مسلسل أقل ما يقال عنه أنه متكامل قصة وسيناريو وحبكة وتمثيلا، عمل يجذبك أنك تتابعه من يوم تشغل الحلقة الأولى إذا أنت من محبين الدراما ما فيها كلام. مسلسل مرة عجيب حتى من ناحية الإخراج والسينما، تقرأ فيه كذا تحس أنك قاعد تشوف عمل وثائقي. في بعض المشاهد كذا حركة الكاميرا تصير غريبة وفوضوية، تحسهم شوية ويطالعوا في الكاميرا من كثر ما هو مرة واقعي. عموما ودعنا هذا الأسبوع مسلسل سكسيشن إلى الأبد، no more succession. ونهاية للأمانة يا جماعة تكاد تكون واحدة من أروع النهايات، ولأننا نتكلم عن عمل درامي يميل أكثر للواقعية، فكانت النهاية فعلا تليق بهذا العمل وطريقة سرده وقصته. عموما زي ما قلت لك، تحب الدراما وتبغى تجرب شيء جديد وتبغى تتعرف أكثر على عالم المال والأعمال والميديا، تابع سكسيشن الآن. 4 مواسم جاهزة مجهزة بقصة بدأت وانتهت، تقدر تشوفها الآن. فاكرين يا جماعة في الفيديو الماضي قلت لكم انه الممثل أرنولد قال انه خلاص ما راح يقدم شخصية تورمينيتور بعد كذا؟ يا سلام عليك عزيزي الوجيه، انت متابع جيد اموت فيك يا شيخ. عموما يا جماعة صرح أرنولد قبل كم يوم وقال انه مستعد انه ينضم الى عالم مارفل السينمائي في حال ما انه توفر له دور جيد ووقت جيد وقصة جيدة. المهم انه يقول ايش، اذا في فرصة مرة جيدة ما عندي مشكلة انضم لعالم مارفل. والله ما ادري ايش اقول لك صراحة، بس ترى دي سي ومارفل ذي الايام كل الممثلين يتمنون انهم ينضموا اليهم، مش بس علشان الشهرة، لانه مارفل ودي سي يا ولد يدفعوا فلوس، يكتوا فلوس، يعطون رواتب مرة ممتازة. السؤال لك عزيزي الوجيه، هل ودك تشوف الممثل ارنولد في اعمال مارفل او مثلا دي سي؟ ويب جاردين اوف ذا جالاكسي الجزء الثالث والمتمم لهذه السلسلة، وبعد 4 اسابيع من عرضه قدر الفيلم انه يقفل 700 مليون دولار امريكي. تبطل كافة يا ولد، تبغى تعرف كم بالضبط؟ أبشر على خشمي كم عندي وجيه أنا. 724 مليون دولار و296,949 دولار. ولكن السؤال يا جماعة، هل Guardians of the Galaxy عنده فرصة أنه يقفل المليار؟ ولا 700 هذه تقريبا حد. وفيلم The Little Mermaid أو حورية البحر توفر في صالات السينما، أقصد النسخة الحية منه مش الكرتون القديم، وقدر يا جماعة في أول أسبوع عرض له أنه يقفل إيرادات 185 مليون دولار أمريكي، علما أنه ميزانيته 250 مليون دولار. والعجيب ومثل ما كان متوقع له، الفيلم حصل على تقييمات ما بين جيدة وجيدة جدا، علما أنه تقييمه على موقع IMDb إلى تاريخ هذا الفيديو هو 7 من 10. برضه إذا تابعته في صالات السينما اكتب لنا رأيك في التعليقات. والله يا جماعة أنا ماني داري وش السالفة، هو أنا مضيع أو إنه فريق الإعداد عندي في القناة مضيع؟ فريق إعداد إيه يا روح أمك؟ أنت يا وجيه فريق الإعداد مسوي مجنون كلنا نعرف، أنت يا وجيه فريق التصوير، أنت يا وجيه فريق المونتاج، أنت اللي تصمم، أنت اللي تمنتج، ليش تحطها في فريق الإعداد؟ قول إنه أنت جبت أم العيد وما تداري إيش الخبر، ما أنت متأكد منه؟ طيب ما دام إنك عارف إني أنا اللي أصور ومنتج وأصمم وأسوي كل الشغل هذا الحالي، ليه ما تحط لايك
حط لايك الان. عموما يا جماعه انا والله مش فاكر هل انا قلت انه الفيلم او فيلم جون ويك الجزء الرابع هو الاخير، او في خبر مر علي على انه الجزء الرابع هو الاخير من سلسله افلام جون ويك، ولكن في شيء انا متاكد منه كذا، في معلومه جوه راسي تقول انه الجزء الرابع من افلام جون ويك هو الجزء الاخير، بس ايش اللي صار بعد كذا ماني عارف. عموما قبل كم يوم تفاجات في تويتر انه فيلم جون ويك راح يكون فيه جزء خامس له، وما زال الان او بداوا في العمل عليه. طب ليه بس كذا بس كذا بس؟ انا ما راح اعلق على الموضوع يا جماعه، كوني قلت لكم بالنسبه لي جون ويك الجزء الاول والثاني والثالث، الرابع هذا اشوف انه حلب، والخامس بيكون حلب اكيد، ولكن بترك لكم القرار او بترك لكم التعليق، هل تشوفون انه جزء خامس من سلسله افلام جون ويك فكره جيده ولا لا؟ او هل تحس انه اربعه اجزاء من جون ويك كفايه ولا لا؟ وفيلم ميشن امبوسيبل القادم بعد شهرين تقريبا في صالات السينما تم الاعلان عن مده الفيلم، وراح تكون بالضبط ساعتين و36 دقيقه، يعني ساعتين ونص، وبالنسبه لي ساعتين ونص مع ميشن امبوسيبل مره ممتازه. Did I just say impossible؟ الصاد عبد الملك كيف حالك؟ وفي احد اللقاءات يا جماعه سالوا ترنتينو او المخرج الكبير كوينتين ترنتينو، وقالوا له يعني بحكم انك راح تعتزل قريبا الاخراج وكذا، وايش راح تسوي بعد ما تعتزل؟ وقال لهم بكل بساطه يمكن اسوي اعمال تلفزيونيه، يقصد مسلسلات، او يمكن اسوي مسرحيات، او ممكن اشتغل على افلام قصيره، ولكني غالبا راح اعتزل الاخراج تماما وراح اتفرغ للكتابه. شوفوا يا جماعه، كوينتين ترنتينو مخرج وكاتب، يعني هو اذا اعتزل الاخراج معناته انه نص اعتزال، فاهمين يعني؟ يعني ما اعتزل الكتابة خلاص، مش اعتزال كامل، نص اعتزال. عموما اعتزال كامل ونص اعتزال ما راح نختلف، واللي تشوفه يا عمو ترنتينو ويعمله. وسألوا ترنتينو كمان، قالوا له طيب بخصوص فيلمك الأخير يا عمو ترنتينو، مين راح يكون بطل الفيلم؟ سرب لنا شوية حركات وأخبار كذا ما حد يعرفها. ورد عليهم وقال إنه راح يكون وجه جديد بالنسبة له، مش بالنسبة للعالم، وجه جديد بالنسبة لأفلام ترنتينو. عاد مين يقصد؟ الله أعلم، ولكنه قال إنه فيه باله ممثل، أو هو حاط عينه على ممثل معين، ويعتقد كوينتين ترنتينو إن الممثل هذا راح يقدم الدور على أكمل وجهه، بيكون اختيار مره كويس. وسالوه كمان، طيب يا عمو ترنتينو ممكن تحكي لنا شويه عن قصه فيلمك الجديد واللي بيكون اخر افلامك وبعدها بتعتزل؟ ورد عليهم وقال الفيلم راح يحكي قصه حقيقيه لشخص كان يسوي مراجعات لافلام. يا سلام، مين هذا؟ واحد سنه 1977 تقريبا. ولكن المشكله تدرون ايش يا جماعه؟ مراجع الافلام هذا ما كان يسوي مراجعات لافلام ومسلسلات زيي وزي ماهر موصلي ومحمود مهدي وراكان والشله، لا، يسوي مراجعات لافلام اباحيه. أوتش، من الحين الفيلم ما راح نشوفه يا جماعة عندنا نهائيا، واضح ايش قلة الحياة هذه، مراجع افلام اباحية ليه؟ وصرحت الممثلة ساشا كيلي او مؤدية شخصية سوبر جيرل في فيلم ذا فلاش القادم، وقالت انها استشارت الممثل هنري كافل شخصيا وطلبت منه نصائح في تأدية شخصية سوبر جيرل القادمة لها، بحكم انه قدم دور سوبرمان قبلها وزي كذا، وقالت انه اعطاني نصائح مرة ممتازة واشكره عليها صراحة، بل ذكرت كمان انه هنري كافل جاته الفرصة انه يشوف فيلم ذا فلاش كامل قبل كل الناس، او قبل مجموعة كبيرة من الناس مع قلة من الناس اللي شافوه زمان، وقالت انه هنري كافل مرة اعجبه فيلم ذا فلاش. حلو، نتحمس، ليش لا؟ اثق في ذوقك يا هنري كافل، يا ويلك لو تخيب ظني. واربطوا احزمتكم يا جماعة، مسلسل لوكي لعالم مارفل هذه اليومين، هذا الشهر، هذا الاسبوع، الله اعلم بس قريب يعني راح نشوف له اول اعلان رسمي او تريلر باذن الله، واللي راح يكشف لنا اشياء كثيرة خاصة عالم مارفل وتوجه عالم مارفل الجديد. جوني ديب يا جماعة جاته إصابة في قدمه للأسف، أو بالتحديد في منطقة الكاحل، بس ما عليكم، أموره طيبة، ماخذ إجازة كذا فترة وبيرجع يعني العالم السينما والتلفزيون والموسيقى والأمور الخاصة بالبزنس تبعه. ألف سلام عليك يا عمو جوني ديب. ولعشاق أنمي بليتش، الإعلان الرسمي للبارت الثاني من الموسم الأخير توفر رسميا قبل كم يوم، وتقدرون الآن تتابعونه على يوتيوب إذا تحبون. أنا ما أحب أشوف تريلرات الأنمي صراحة، لأنه اليابانيين الله يهديهم يعني يتحمسون كذا ويزحلقون أشياء كثيرة في التريلرات، أنا عن نفسي ما أحب أشوف تريلرات، ولكن مثل ما قلت لكم التريلر الآن موجود على اليوتيوب، تقدرون تروحوا تتابعونه لو تحبون. وسمعني حماسك للبارت الثاني من آرك حرب الألف سنة الدموية، وحط لايك يا عزيزي الوجيه، وجيه تراك جننتنا، أزعجت أمنا باللايكات، آخر واحد كان يسويها كذا مستر شنب، أهجد أهجد، بحط لايك لما أبغى أحط لايك، لا تشغلني، أوكي.
وختاما يا جماعة، هذه مجموعة أفلام توفرت بجودات عالية، تقدرون الآن تتابعونها سواء من الجوال ولا من اللابتوب ولا من البي سي ولا من التلفزيون، المكان اللي يعجبكم. واخترتها لكم بعناية لأنه للأمانة ذي الأفلام من جيدة جدا وإلى ممتازة، وتعرفوا الوجيع عادة ما يعطيكم أفلام مضروبة بإذن الله. فسجل عندك أو صور الشاشة لكل فيلم يمر إذا أنت يعني تدور عن أفلام تتابعها. أولا يا جماعة، فيلم جون ويك الجزء الرابع توفر بجودات عالية، واللي يكمل فيه جون ويك رحلته للبقاء على قيد الحياة. والله ما هي رحلة، كفاحه للمحاولة البقاء على قيد الحياة. ثانيا فيلم Dungeons and Dragons، إن شاء الله أني قاعد أقول اسمه صح، واللي يفترض أنه مستوحى من لعبة فيديو، وقصته عن شوية سحرة ولصوص وكذا وحركات، بيعجبكم إن شاء الله، جربوا تتابعوا. وثالثا فيلم Super Mario Bros، واللي راح يعطيك تجربة جدا ممتعة ومضحكة، وأعتقد والله أعلم محبي وعشاق سلسلة ألعاب ماريو راح يستمتعوا بهذا الفيلم أكثر من أي شخص ثاني، بس مو معناته أنه ما يصلح لك، جرب تتابعه مرة رهيب. ورابعا فيلم كريد الجزء الثالث، واللي يأتي مكملا لأحداث الجزء الأول والثاني. الفيلم تصنيفه رياضة ودراما، يتكلم عن عالم الملاكمة وما إلى ذلك، فإذا أنت من محبين الأفلام الرياضية وعالم الملاكمة راح يعجبك لا محالة، بس تابع الجزء الأول والثاني علشان تكون ملم بأحداث الجزء الثالث. وخامسا وأخيرا يا جماعة، فيلم The Covenant للمخرج جاي ريتشي، واللي مستوحى أحداثه من قصة حقيقية عن جندي أمريكي تتم مطاردته بواسطة طالبان، ويساعده مترجم أفغاني على الهروب والعودة إلى وطنه. وبس والله يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لايك الفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعونا المواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد والتويتش وقناة الألعاب، كل الأشياء هذه راح تلاقوها في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.